السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعين الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. تفاصيل العثور على الطفل هويشي أحمد صهيب الذي فقد ليلة الخميس من أمام مسكنه. عثر على الطفل جثة هامدة، حسبي الله ونعم الوكيل. العثور على الطفل جثة هامدة منكل بها بعد 5 أيام من اختفائه بوادي بشار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب طفل صغير عنده 4 سنوات يتقتل ويتنكل بيه، علشان إيه؟ حتى لو انتقم من الأهل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم من كل ظالم، إن شاء الله حقه يرجع. طبعا والد الطفل وأهله كان بدهم بعد 5 أيام من اختفائه إن هم يسمعوا خبر كويس عن ابنهم. ما كانوش يحبوا إن هم يسمعوا مكروه، ولا أي حد يحب يسمع مكروه في حد، بس الدنيا بقت كلها ظلم. الله ينتقم من كل ظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل.